هذان الزوجان لا يرقصان على موسيقى التانغو من أجل الترفيه، وإنما من أجل كسب لقمة العيش. فهناك نحو 30% من الأرجنتينيين يعيشون تحت خط الفقر، مما دفع النقابات إلى الدعوة إلى تنظيم إضرابات عامة. مقارنة مع العام الماضي، فإن وضع الإنسان العادي لم يتحسن، ولهذا تم التخطيط لهذه الإضرابات العامة. رغم ذلك نحن متفائلون ولكن بحذر. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% هذا العام، بينما تشهد قطاعات صناعية مختلفة تعافياً ملحوظاً. ولم يكن لدى الشركات الكثير من حرية الاستثمار تحت حكم الرئيسة السابقة كريستينا دي كيرشنر، لكن الوضع تغير الآن. لقد تغيرت روح البلد بالتأكيد. الحوار بين الشركات والحكومة اختلف تماماً. هناك انفتاح وحوار. أحياناً نتفق وأحياناً نختلف، لكن الأجواء التي نعيشها في عالم الأعمال وفي الشوارع اختلف تماماً. أما العاطلون عن العمل الذين يشكلون 20% من الأرجنتينيين، فيجب عليهم كسب لقمة العيش بطرق أخرى، ويأمل معظمهم في أن تتغير أوضاعهم إلى الأفضل ذات يوم.